تبارك هي طفلة عراقية عمرها 10 سنوات، نزحت أسرتها عن بلدة الحويجة بسبب الحروب والمعارك. تقطن أسرتها اليوم في كركوك في منزل بائس. تعاني تبارك من تلف وراثي في أنسجة الدماغ وتخلف في نمو واكتمال الدماغ. والدها عامل بناء يعاني من البطالة وعسر الحال، وتشكل الطفلة المعاقة عبئا ماليا ثقيلا جدا على أسرتها. أنا أيوب أحمد عباس، نازح من قضاء الحويجة، وجيت على كركوك نازح هسه حاليا، وصار لي سنتين عندي هذا البنية وراثي تلف دماغ، يعني ويريدون مبلغ تاع أسوي لها عملية تعطيب، وأني ما عندي فلوس هذا المبلغ يريدونهن، وعندي هذن الأوراق يعني قرص سوالية وما قاعد اتدين في سبيل تكمل اجراء الشغلات العمليه، وما عندي فلوس اسوي لها. فانا اريد من العالم تساعدني في سبيل اسوي لها العمليه تعطيب. وسألت الدكاترة الطيب العملية، يعني إذا سوينا العملية الطيب قال لي نعم الطيب، بسأل المبلغ تجيب لنا يا يلا نسوي العملية. قلت له ما عندي، أريدك تساعدني وأريدك هذا تعيني، أنا نازح وما وعندي بيت ساكن إيجار 200,000 وأشتغل يوم وعشرة ما أشتغل. أتمنى يعني تساعدونا على مود علاج الابنة هي. أي بس ما عندي أكثر دويته، يعني مع النطق يقولون أعدها علاج، مع النطق مع تنقول التم يمشيها، بس كله قالي يعدها علاج، إذا بطينا ما انطينا هيا تروح تخرب فرد مرة.